شاء الله هنعمل لكم النهاردة كبدة مشوية على النار مع الخضار ومكرونة أسواني. هنشوف المكونات مع بعض واحدة واحدة. ايه عندي الكبدة وعندي الخضار البصل والفلفل والطماطم والثوم والكرات والكرفس والمكرونة والليمون والزبدة والزيت. هنبدأ المكونات واحدة واحدة مع بعض ونشرح مع واحنا بنتكلم مع بعض كده هنبدأ بإيه. هنبدأ الأول بالمكرونة الأسواني. هشغل النار بتاعتي هقطع الخضار بتاعي بصل وهقطعه زي ما احنا شايفين مع بعض مفروم واحدة واحدة مع بعض كده. قطعت البصل بتاعي اقطع الفلفل فلفل اخضر واحمر واصفر معايا. كل التقطيعات اهي زي ما احنا شايفين مع بعض واحدة واحدة. خلي بالي وانا بقطع. اضيف شوية زيت ومعلقة زبدة معلقتين اهمت على قد المكرونة اللي عندي واكمل التقطيعات بتاعتي. واحدة واحدة كده. طبق مش غالي، طبق كويس، طبق جميل ان شاء الله هيعجبكم ونشوفه مع بعض. وخليكم معانا واحدة واحدة هنشوف هنعملهم مع بعض ازاي. هقطع الطماطم بتاعتي برضو قطعت خضاري كده خلاص. الزبدة بتاعتي والزيت بتوعي جاهزين اهم. هحط المكرونة الأول هحمرها تحميرة خفيفة كده. طبق سهل لست البيت ومش مكلف ولذيذ جدا. هحمر المكرونة بتاعتي الأول واحدة واحدة كده وهي بتتحمر كده هكمل المكونات بتاعتي. وكرات وكرفس كده معايا أضيفه على المكرونة وأنا بقى بشتغل فيها. قطعت مكوناتي وعود كزبرة برضو صغير كده برضو مع عشان يديني الريحة والطعم مع المكونات بتاعتي زي ما احنا شايفين مع بعض واحدة واحدة. بص على المكرونة تحمر معايا كده شوية. المكرونة اهي خدت لون ذهبي شوية اهي. احمرها برضو كمان شوية صغيرين. المكرونة دي هتعجبكم قوي يا جماعة ومش مكلفة وسهلة زي ما احنا شايفينها. بدل ما احنا بنسلق المكرونة ونعملها مع الصلصة اديني بعمل المكونات بتاعتها واحدة واحدة مع بعض. خلاص كده احمرت معايا. بدي شوية توم الأول في الحلة عندي وأقلب تقليبة. الريحة الجميلة مع بعض والبصل وأدي تقليبة. وأضيف الكرات والكرفس مع التقليب برضو. اضيف الفلفل الالوان بتاعي اللي هيديني شكل جميل في الطبق. مش موجود فلفل الوان عادي مش مشكله، كفايه عندي البصل والثوم و الكرات والكرفس والطماطم الفريش والكزبرة الخضراء.
اقلب مع بعض. بحط الملح والفلفل بتاعي، الملح بتاعي واحدة واحدة. شوية فلفل. وأقلب تقليبة كويسة. تمام كده. هديها شوية مية. استووا معايا، يسووا المكرونة مع الخضار والمكونات بتاعتي، واسيبها على النار. المكرونة بتاخدش أكتر من 7 دقايق أو 6 دقايق معانا. طبق حلو قوي هيعجبكم كلكم، وكلنا يا رب نجربه في البيت ونشوفه، لأن طبق سلس جدا وسهل جدا معانا. المية بتاعتي أكونش كتير، بس حاجة كده بسيطة، وغطي وهدي النار عليه. أكمل المكونات بتاعتي. أجيب الكبدة اللي هقطعها وهنعملها مع بعض واحدة واحدة كده. الكبدة بتاعتي هقطعها، وأقطع الخضار بتاعها مع بعض كده واحدة واحدة. هقطع الخضار الأول، الخضار الأول، وبعد كده أقطع الكبدة. بصلة عندي هقطعها نفس تقطيعة الكبدة اللي أنا هعملها قدامكم دلوقتي. بصل، فلفل، بصل والفلفل مع بعض كده. أقطع الفلفل بتاعي وقرن فلفل صغير، حتة صفرة برضو كده. الألوان دي يا جماعة والمكونات، الخضار مع الألوان بيديني عناصر غذائية في كل حاجة. وأقطع طماطمة صغيرة برضو كده، طماطمة صغيرة كده للكبدة. خلاص كده أنا قطعت اللي أنا عايزه، وهقطع الكبدة بتاعتي. الكبدة دي زي ما احنا شايفين مع بعض واحدة واحدة. أبص بصة بس على المكرونة وأنا بكمل معاكم. بصوا بصة كده على المكرونة مع بعض. لسه برضو كده إيه، لسه ما دخلتش على السوا، براحتها خالص مش مستعجلين. الريحة بتاعتي الجميلة طالعة أهي. أجهز الطاسة بتاعتي للكبدة اللي هشتغلها. حطها على نار براحتها خالص على الأقل من مهلنا، وأقطع الكبدة بتاعتي. أدي التقطيعة أهيت واحدة واحدة. ويستحسن يا جماعة الكبدة إن أنا أقطعها وهي مفرزة شوية صغيرين عشان أعرف أتحكم فيها. اخدها كده واحدة واحدة برضو عشان الكبدة دي ممكن تبهدلني وتعور ايدي ولا حاجة. بالراحة، لو هي مفرزة شوية بتبقى ماسكة نفسيها، بعرف اقطعها سهل جدا. تمام. خضاري عندي جاهز، مجهز النار بتاعتي، وبقطع كبدتي. خلاص
خلصت التقطيع اهي، ارجعهم في البوله اللي هشتغل بيها. تمام كده. جهز النار بتاعتي اهي مع بعض، عليها بقى شويه، واجهز الزيت بتاعي. كبده يا جماعه بتحب التوم شويه، اساس الكبده هو التوم. واحده واحده كده يسخن معايا الزيت بتاعي، ونبص بصه على المكرونه نشوفها عامله ايه دلوقتي. جميله جدا، والريحه اهي، بس لسه ما استوتش، على اقل من مهلنا خالص على اساس انها تستوي وتكبر معانا شويه. واغطيها واسيبها شويه على ما اخلص الكبده بتاعتي. واحده واحده كده مع بعض نشوف كبده هتتعمل ازاي. كبده يا جماعه اكله مش غاليه قوي، واكله جميله جدا ومفيده ولذيذه جدا، والاطفال بيحبوها جدا والكبار وكل الناس بتحبها. وهبدا اعملها معاكم بالثوم كتير. كبده بتحب الثوم. هدي تقليبه صغيره كده بالراحه. الثوم ياخد لون ذهبي معايا، انزل بالمكونات بتاعتي واحده واحده. طبق مش غالي وسهل جدا، ويا رب يعجبكم يا رب. وجربوه، وجربوا المكرونه الاسوان الجميله دي، هتشوفوها هتعجبكم. حطيت البصل بتاعي، وادي برضو تقريبا كده صغيره. مع بعض واحدة واحدة. تمام. أبص بص على المكرونة برضو كده أشوفها عملت إيه. شربت أهيت وجميلة أهي، بس لسه ما استوتش شوية. عايزة شوية برضو على النار، كمان 4 دقايق أو 3 دقايق بالظبط، ويبقى تستوي ويبقى خلاص كده. أقلب المكونات بتاعتي، البصل مع الثوم. ولو مش عارف اقلب بالطاسه زي ما انا بقلب كده، مش مشكله، اجيب معلقه واشتغل بيها واجهز بيها. معلقه معايا اهي، اقلب واحده واحده مع بعض، واضيف بقيه المكونات بتاعتي. حطيت بقيه الخضار بتاعي واقلب واحدة واحدة. أول بأول المكان بتاعي يكون نظيف بيلمع، يفتح نفسي وأنا بشتغل. وحاجة في قاعدة أساسية يا جماعة هنتكلم فيها مع بعض، هقول لكم عليها. هضيف الكبدة ونتكلم في القاعدة اللي احنا قلنا عليها. ضفت الكبدة بتاعتي، تقليبة بالراحة كده. ونتكلم في القاعدة اللي احنا بنتكلم فيها، في حاجة اسمها كلين از يو جو، يعني نظف مكان ما انا موجود. لو انا موجود في البيت بتاعي او في الغرفه بتاعتي او في اي مكان انا موجود فيه، مكان ما انا موجود لو في اي حاجه مش معجباني ببقى مش مرتاح نفسيا. لازم حواليا باستمرار كل المكان بتاعي، في غرفتي، في الصاله، قدام التلفزيون، في اي مكان، كل حاجه مرتبه وجميله، هتفتح نفسي، هتديني قدره على ان اعيش حياه مرتبه، ما اكونش متضايق وانا ده هنا وده هنا وده هنا والحاجات اللي احنا عارفينها كده كلنا. فمن السهل جدا ان انا اختار حياتي زي ما انا عايز، بس ما اسيبش كل حاجه حواليا متبهدله يمين وشمال. بيفتح نفسي للحياه، بيفتح نفسي ان انا اعمل حاجه كويسه في مهنتي، بيديني ان انا بطور من نفسي وبخلي كل حاجه نضيفها حواليا، وابدا ابدع وابتكر وافكر جديد واعمل حاجه كويسه وحاجه باهتمام وحاجه
بحبها عشان كل المهنة اللي احنا بنحبها اللي بنشتغل فيها دي زي ما تحبها هتحبك وزي ما تديها هتديلك. اكمل بقى المكونات معايا معلش يعني انا ممكن اكون طولت عليكم ولا اتكلمت كلام كده يعني، بس الكلام ده جميل جدا ويا رب يعجبكم ان شاء الله ونعمله كلنا. اشوف المكرونة بتاعتي عملت ايه. المكرونة بتاعتي الجميلة كده خلاص مع بعض كده اهي خلاص كده اطفى عليها واسيبها خالص كده تتشرب واشوف الكبدة بتاعتي وواحدة واحدة مع بعض. الكبدة بتاعتي لسه ما استوتش لسه عايزة شوية كمان واحدة واحدة كده مع بعض واديها عصير ليمون زي ما احنا مع بعض كده ليمونة. اشيل منها البذر بالراحة كده وهضيفها للكبدة تدي طعم جميل جدا قوي. طبعا مش هحط الليمون دلوقتي الا ما املح واشوف الطعم والريحه والتيست بتاعي. اهم حاجه الطايم وانا شغال واحده واحده كده هستغل الدقيقه بتاعتي الوقت من ذهب واحده واحده كده استغل وارتب وانسق واحط الملح بتاعي والفلفل بتاعي. الكبده بتحب ملح زياده شويه واحده واحده كده مع بعض تمام كده حطيت الملح عايزه كمان سنه بتيالي واحط الفلفل الاسمر بتاعي الجميل وعصير الليمون ادي تقليبه واحط بعد كده عصير الليمون. الواحد ريقه جري والناس هنا جماعه في الاستوديو كلهم بيقولوا ايه الريحه الجميله دي واللذيذه دي ومشمين طبعا زي ما احنا شايفين اهوت خلاص الكبده بتاعتي كده بالطعم والتيست والريحه بتاعتي. اقلب تقليبه وهدي النار عليها واسيبها براحتها شويه واجهز الطبق بتاعي اللي هغرف فيه واقدم فيه الطبق الجميل اللذيذ ده. هبص بس على المكرونة خلاص استوت اهيت ادي المكرونة بتاعتي خلاص استوت كده والريحة بتاعتها والجمال بتاعها واسيب الكبدة على نار هادية كده بالراحة خالص براحتنا كده مش مستعجلين عليها على ما اجهز واغرف المكرونة بتاعتي. الطبق بتاعي اختاره طبق جميل احط فيه الحاجة متناسقة مع بعضيها واغرفها واحدة واحدة مع بعض. زي ما احنا شايفين اهوت قبل ما اغرف بس المكرونة اظبط المكان بتاعي واخليه كويس. المجال يا جماعة المجال فيه كتير وفيه علم وفيه معلومات جميلة جدا واللي بيلف وبيسافر وبيروح يمين او شمال او يسيب بيته ويتغرب بيعامل ناس كتير وبيقابل ناس كتير وفي المجال بتاعنا كل يوم في عالم التكنولوجيا حاجات جديدة واطباق جديدة وابتكار جديد بيتعمل في جمعية الطهاة المصرية ومن جمعية الطهاة المصرية بتعمل لجمعية الطهاة العالمية وبيبدأ الشيف ياخد ميداليات ذهبية وميداليات برونزية وبتبقى في السي في بتاعه اللي هي السيرة الذاتية بتاعته حاجة بتوديه للأمام وللنجاح خطوة بخطوة. نكمل الحاجة بتاعتنا. أهم حاجة في مهنتنا ديت السلوك، الأدب، الأخلاق، الأتيتيود، الذوق قبل كل حاجة. هغرف الطبق بتاعي المكرونة بتاعتي أهوت واحدة واحدة
طبق سهل قوي 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 زي ما احنا شفناه مع بعض. غرفت المكرونه اظبط بيها الطبق كده برضو زي ما احنا شايفين اهوت، واحده واحده. وعايز اغرف بقى الكبده بتاعتي اللي انا عاملها. اقلب تقليبه، الريحه بتاعتها جميله وجربوها، حاجه رخيصه مش غاليه. واغرف الكبده بتاعتي مع بعض واحده واحده. تمام كده خلاص. ادي ديكور بقى للطبق بتاعي. الديكور بتاعي بقى يعني تعبت في حاجتي وعايز اظبطها عشان تفتح النفس وانا بشتغل وانا باكل. سوري. خلاص كده واحده واحده كده مع بعض. هدي جرنش سهل مع بعض زي ما احنا شايفين. الطبق بتاعي اهوت. هدي الاول ليمون، الكبده بتحب الليمون يا جماعه. كفايه دي قوي كده. وهاخدها واحده واحده مع بعض. كده يا جماعه ديكور بسيط. وهدي ليمونه سلايس بسيط كده او اتنين يعملوا معايا شكل حلو في الطبق بتاعي. تمام كده. خلصت الطبق بتاعي كده. وآدي الطبق بتاعي كده يعتبر خلص وأسهل ما يمكن. وشوفوه وياريت تجربوه وهيعجبكم. وطريقة العمايل سهلة جدا. نقول المقادير كلها مع بعض تاني في دقيقة كده. المقادير بتاعتنا مكرونة مقصوصة اللي هي المكرونة اللي احنا شايفينها مع بعض، المكرونة المقصوصة مع البصل والثوم والطماطم الفريش والزبدة والزيت والملح والفلفل. بعد كده الكبدة باخدها على النار زي ما احنا شفنا مع بعض، بصل ثوم فلفل طماطم، واخدها سوتيه واكتر الثوم في الحاجة بتاعتي. وابدأ سنة سنة مع بعض كده زي ما احنا شفنا المقادير ماشية ازاي. واضيف الكبدة وادي عصير ليمون مع الكبدة، بيديني طعم ومزازة جميلة مع الكبدة. والطبق بتاعنا كده يعتبر خلص وبالهنا والشفا. ويا رب يكون اسعدناكم وتمتعتوا معانا بطبق لذيذ وجميل. ويا رب نسعدكم كلكم كمان وكمان. وشكرا جزيلا